بسم الله الرحمن الرحيم. بطولات حرب أكتوبر المجيدة لا تنتهي، وأبطال حرب أكتوبر ليس لهم عدد، شهداء وأحياء رفعوا رأس المسلمين جميعا. مش مصر بس، كانت حرب أكتوبر حرب ضد الهوية الإسلامية وضد اليهود، وربنا سبحانه وتعالى نصر المسلمين في أكرم شهر، شهر رمضان، وكان الجنود في الخنادق ماسكين المصاحف وبيقرأوا منها. عشان ما اطولش عليكم، بطل من ابطال حرب اكتوبر هيحكي لنا موقف حصل معاه من قريه شبرا اباله، الحاج سيد سعفان. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العظيم. من أمجد الذكريات في حرب أكتوبر المجيدة وأجملها على قلبي، أولا أن نحمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة التوفيق بأن القيادة العسكرية إبان حرب 73 اللي سهرت على مصلحة البلد ودربت الجيش كما يجب وكما ينبغي، لدرجة والله يعني وإحنا كنا داخلين الحرب يعني كانت تعتبر نوع من أنواع التدريبات، أو ليلة أو ليلة أو ليلتين من ليالي التدريب اللي كنا بنتدربها. يمكن كنا بنتدرب تدريبات أشق من اللي شفناه في الحرب. طبعا معايا ذكرى جميلة، ذكرى ليلة من ليالي شهر رمضان، تحديدا يوم 8 رمضان إن شاء الله، كان فجر الجمعة. الليلة ديت كان معايا خدمة على 2 نقباء، قادة السرية الأولى كتيبة 244 اللي هو 15 مدرع، طلبوا مني بأدب وباحترام إحضار السحور لأن كنا طبعا هنصبح صايمين. فالحمد لله والشكر لله بكل أدب دخلت أديت التحية وطلبت منهم قبل ما أستجيب لطلبهم بالسحور أو بغيره. فلقيت واحد بيضحك وواحد زعلان، وقلت له انا ممكن اسال سؤال على الاثنين يعني من فضلك تجاوبوني عليه، انا ليه ركوب في الحرب ولا ماليش؟ طبعا كان سني يا دوب 20 سنه و40 يوم بالتحديد. فقالوا لا، علشان صغر سنك احنا ما ايدناش فكره ان انت تكون مع المقاتلين الفعليين في الجبهه وتكون في الصفوف الخلفية أو صفوف الاحتياط في داخل الكتيبة على رهن الاستعداد يعني. حمدت ربنا وابتسمت طبعا، ودار بينا حديث كده يعني كان نتيجته الحمد لله والشكر لله تم إشراكي وأنا ابن 20 سنة و40 يوم علشان أكون ضمن أفراد الطاقم رقم 116 على مستوى القوات المسلحة، وأكون معمر الدبابة وأخوض غمار الحرب. طبعا الحمد لله غادرنا بسلامة الله يوم 7 أكتوبر الساعة 4 العصر، وصلنا الجنطرة غرب حوالي الساعة 8 بالليل، الجنطرة غرب 8 بالليل، وانتظرنا لحدود حوالي الساعة 12 بالليل على المعبر على حد ما جه دورنا. حمدنا ربنا وعبرنا بعد محاولات إسرائيلية يائسة لإيقاف العبور، لما ضربوا الكباري 3 مرات، الكوبري يتواصل وهم يقطعوا، الكوبري يتواصل وهم يقطعوا، في الآخر كل حاجة كانت جاهزة، فيها وحدات من الكوبري تسمى البرطوم، سبكوا كل 2 مع بعض وبقوا يركبوا الدبابة على البرطومين ويعدوا بيها واحدة واحدة كده فرد يعني. في الليلة المجيدة ديت قابلت الفريق سعد الدين الشاذلي، كان بنفسه والله على الجبهة وسلم علينا فرد فرد. وما أجملها من ليالي وما أجملها من ذكريات، لما صبحنا الصبح يوم 8 أكتوبر وإحنا على تبة الشجرة بنستعد لخوض أول معركة، الحمد لله والشكر لله كانت المشاه معانا بفضل ربنا دخلوا حوالي 5 كيلو في خلال ال 48 ساعة اللي تموا دولت. فإحنا طورنا الهجوم على ال 48 ساعة دولت واستولينا على ال 5 كيلو دول. فوجئنا بمرور عسافيا دوري
ليلة 9 أكتوبر، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. رجعنا تاني للخلف، اتوجهنا للمنطقة اللي معسكر فيها عساف يدوري، اللي هو قائد القوات المدرعات، قائد المدرعات واللي هو 190 مدرع على وجه الخصوص. نعم. وهو من أقوى لواءات المدرعات في الوطن العربي بالكامل، على أرض الوطن العربي. نعم. كقيادة وكأفراد وكتدريبات على مستوى العالم يعني. فالحمد لله تمكنا من مقابلتهم. بدأت المعركة حوالي الساعة 7 الصبح، حمدا لله وشكرا على الساعة 10 كانت الأنباء الحمد لله متواترة باستسلام قائد اللواء 190 مدرع الإسرائيلي عساف يدوري. والله 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 طوابير الأسرى، أنا مش عارف الناس دي يعني، سبحان الله ظهر عليهم كأنهم من أيام الهكسوس، هم فعلا شكل الهكسوس الناس دي فعلا والله. يعني أنا ببص ليهم أولا كإنسان وكمسلم، والله 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 ما بدر من شخص مننا أي إساءة لأي أسير إسرائيلي، بل بكل أدب وكل احترام وكل معونة، ليه؟ لأن إحنا في الأول وفي الآخر ناس مسلمين ومؤمنين وموحدين بالله، وعلينا رسالة في الأرض، تحرير أرضنا وإعمارها وإعادة الحق لأصحابه. وربنا قدرنا على أي حاجة للشعب الفلسطيني، مصر إن شاء الله هتكون أول من يبادر وأول من يقتحم الحدود والسدود لتحرير الأقصى من إيدين اليهود، ويعني عودة الحق للأرض. بإذن الله يعود الحق الأكبر والوطن السليم فلسطين العزيزة إلى حضن العروبة والإسلام تحت قيادة مؤمنة مسلمة رشيدة بإذن الله، وبإخلاص الجنود المصريين. وأنا واحد عن نفسي طبعا من الناس اللي حضرت 73، والله 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 بنام بالليل وبالنهار بحلم بالدقيقة أو بالثانية اللي يقولوا لي تعالى اركب الدبابة وعمر ونشن واضرب وجاهد، لأن ده أولا وأخيرا في سبيل الله ونصرة دين الله ونصرة الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى، الذي قال في كتاب العزيز: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان لقاء من قرية شبرا أبالة، ما حبناش نفوته، مع المقاتل سيد سعفان، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات تانية مع أبطال حرب أكتوبر على قناة نابع الحمد. ما تنساش الاشتراك في القناة، وما تنساش تعمل لايك، وما تنساش أبطالنا اللي استشهدوا وأبطالنا اللي لسه موجودين، وإنه الإسلام ما زال بخير وسيظل بخير، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. شكرا، وإلى لقاء إن شاء الله، الأفراح عندنا وعندكم جميعا بإذن الله. السلام عليكم.